السلام عليكم يا أخوة. بعد هذا الغياب يعني قوي نوعا ما لأسباب يعني لا داعي لذكرها، حبيت أن ندير فيديو باش نعلق على بعض ما شاهدت في زيارة وسمعت في زيارة ماكرون هذه الأخيرة الجزائر، لان يعني قراءتي هنا يا الشخصيه شفت بان يعني كان واحد الامور خطيره وخطيره جدا وقعت في هذه الزياره، ويعني يبدو لي انها مرت مرور الكرام. اولا يعني باش نوضحوا الامور، بعد الاهانه الاولى لماكرون الجزائر وتاريخ الجزائر وحتى يعني في النظام هذا يا أهانه، وقال بأن الرئيس راه عبارة عن دمية في يد يعني قادة سياسي عسكريين مافيا بوليتيكو فينانسيير جو مرابيل بلو لو تيرم كي لافي يوتيليزي، مي على كل حال كانت إهانة كبيرة حتى للنظام هذا. ثم نتفاجأنا يعني توجه له دعوة باش يزور الجزائر، يعني اولا هذه الدعوه لكي توجه له يعني انه قدم اعتذار، انه يعني تراجع عن كلامه، ولكن لم يحدث هذا. دونك بعد شتم الشعب وبعد ما قال حول يعني تاريخ الجزائر وصفها يعني اصاله وعرقت هذا تاريخ الشعب الجزائري والجزائر، توجه له دعوه يعني كأن الأمر يعني شغل عادي. وبعد ما جاء يعني الجزائر للأسف سمعنا كلام خطير وخطير جدا. فإذا لاحظنا على المستوى القنوات المخابراتية كانت عند وصول ماكرون بدأت تسخن في البندير والجزائر وعندها وكذا وقوية وجاية تودد وجاية يطلبوا يعني ود الجزائر وهذا يعني واحد، والخبراء هذوك يعني خبراء نعرفوا منين يجيو يتكلموا في هذا الاتجاه. الغريب في الأمر أن عندما سمعنا تصريحات ماكرون اللي كانت يعني تصريحات وقحة ويعني كانت عكس تماما ما كان يعني ينظر له خبراء القنوات المخابراتية، فيعني الرجل ولا رئيس دولة المتودد للجزائر ما يجيش للجزائر ويفرض شروطه عليها مثلا في مسألة التأشيرة، حيث قالك يعني هذا الشيء متوقف على سياسة منع الهجرة الغير شرعية لأوروبا، حبي يقول يعني في التصريح نتاعو يشترط على النظام الجزائري باش يقوم بإجراءات. ديجا هذا دبلوماسي يعني يبلو دير، هو ينجم يقولوا في المحادثات بيناتهم يعني في المكاتب المغلقة، ولكن أني يصرح به هكذا في الصحافة فهذه يعني شغل وقاحة وقاحة وقلة أدب. ثم تكلم على قال بأن يعني البترول ولا الطاقة اللي توصلنا من الجزائر ونحتاجوها احنا في السوق الفرنسية تمثل 8% فقط، ايكو يعني على حسب التصريحات تاعو قال سان شونج با لا دون، يعني حبي يقول نتوما والو يعني ما تما يعني سي فو كونتي نو 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 فير شونتي ولا جو سي با انا نيغوسي يعني موقع قوه ما تمنيا يعني ما تمثلوا والو نتوما. وهذا كذلك تصريح يعني غير دبلوماسي، كان قادر هو ومن حقه لو بونس يعني ويعتقدوا، ولكن يصرح به هكذا في الصحافه ويرميه هكذا، يعني هذا ديجا تحدي وابتزاز. التصريح الثالث تكلم وهذا الاخطر، هذا اخطر يعني شيء، عندما تكلم على انشاء لجنه من المؤرخين من البلدين اللي تتحدث على ما وقع في الفتره الاستعماريه. والأخطر في القضية هذه أن هذا الاقتراح قبل ما يصرح به كان لقى قبول من طرف الجزائري، وهذا يعني تنازل كبير، وهذا يعني شغل خيانة في حق الشهداء وفي حق يعني معاناة الشعب الجزائري.
من 1830 إلى 1860. فيعني هادو هما اللي كانوا يتكلموا في القنوات وكانوا يتكلموا على يعني ضرورة فرنسا أن تقدم اعتذار للجزائر وكذا، ولينا شغل ولينا اللور لجنة باش تولي تقولنا واش صرا، ويجي يقول لك ماكرون وهاد الناس هادو ما عندهم 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 دولة، عندهم مؤسسات، عندهم دبلوماسية، ماشي يعني مجموعة يعني عصابات هكذايا وما عندهاش ثقافة سياسية وما تعرفش لو سونس دي مو وكذا. تكلم على قال لك حنا اون بو با كونسيري لافونير سو لي مونسونج اي لي زوبلي. حبي يقول في التاريخ تاع الاستعمار هكذا كاين دي مونسونج وكاين دي زوبلي. ربما سنكتشف ان فرنسا جات باش تخلص الجزائر من الاستعمار العثماني، ربما سنكتشف ان فرنسا ما جاتش هنا بلي مجازر ولا لي زونفي ماتت على ظهرها، والمجازر اللي وقعت في 45 وهذوك اللي راحوا لا نوفال كاليدوني هذوك وكذا، سنكتشف ان يعني راحوا سواح، راحوا يعني ما راحوش يعني منفيين. الزوبلي كال زوبلي دو كال زوبلي، يعني سنكتشف ان جبهة التحرير كانت تدير دي زاتونتا تيروريست. يعني هذا شيء خطير، سو ريفيزيونيزم هذا يعني إعادة كتابة التاريخ، يعني على أساس بلي ما على بالناش واش صرا في الفترة الاستعمارية هكذا. ثم لا رياكسيون تاع المقاومة الجزائرية مهما كان الأدوات اللي استعملتها ما كانت شرعية، كانت شرعية وكانت يعني وتقبلها كاع الشرائع يعني تاع الأرضية والسماوية. تقارني انت يا الوسائل اللي استعملوها مثلا وهما يلمزون لهذه الأمور هادية اللي استعملها ثوار جبهة التحرير الوطني، تقارني انت يا الماكينة الإجرامية اللي كانت تقبل في القرى والمداشر وكانت تقتل في الناس وكاين صور على هاد توثق هاد الجرائم هذه. بو بورتون اكزيكوتي دي جون هكذا، بو بورتون اغتصاب النساء وكذا. ملاه اليوم نكتشف انها رايحين في إعادة كتابة التاريخ. والخطير انا نزيد نعودها، الخطير والخطر في القضية انها يعني برضا الذين يحكموا الجزائر اليوم، وهذا يقعد وصمت عار عليهم الى الابد. شيء عجيب، رئيس يجي يملي علينا املاءات هكذا ويجي رايح بوقاحه، ثم لماذا كل ما يجي رئيس فرنسي الى الجزائر لازم يخرج للشوارع باش يلتقي بالمجتمع المدني؟ علاه؟ هذه تسمى سنة. هذه الأمور هذه ما نهار الجزائر تولي مستقلة ما تعودش تكون يجي لهنايا كاين مفاوضات يتفاهموا على مصالح البلدين هكذا ويسهل الله يسهل عليه. كاين واحد الأمور يعني غريبة جدا، ولكن أنا عمري ما ظنيت أنه يعني توصل لهذا الحد. هذا نعود نقولوا كتابة التاريخ، ثم يروح الرئيس ويقول هذا تبون، يقول بأنه يعني مسرور جدا بنتائج المباحثات ويشكر في السي ماكرون وكذا. ملاه شيء عجيب، تنازل كيما هذا تنازل خطير. واللي أخطر منه بعد يعني تواطؤ السلطات الجزائرية في فتح ملف في التاريخ الذاكرة، لا رياكسيون ولا لا نو رياكسيون تاع ما نهضرش على الطبقه السياسيه تاعهم ولا على المثقفين تاعهم، ولا نهضر على اللي محسوبين على مثلا على الحراك ولا يعني الاسماء السياسيه والفكريه وكذا. يا عجب تربي نون بارياجي ا سيت بومب، من المفروض ما علاش تدخل جين بيتيسيون تتندد بهذه القضيه هذه تاع اعاده كتابه التاريخ؟ يعني شي عجب. انتم تخيلوا لو كان ألمانيا تقول لهم بلي نعاودوا نفتحوا التاريخ ومع واش صرا في الحرب العالمية الثانية ونعاودوا نكتبوا كتابة التاريخ ومع واش صرا مع
اليهود ومنها. تخيلوا هدية، مع أن ما فعلت ألمانيا ربما في فرنسا، فرنسا مع اليهود ولا ما 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 الجزائر واش ما فعل، لم تفعله في بريتو، واش فعلت فرنسا فينا لم يفعله النازية، تفعله النازية في فرنسا. أحجب يعني أمور لحقت وين هادو هما اللي محاكمين، يعني تنازلوا لهاد الدرجة في الوقت اللي كنا نسنى انه يعني زعما يدير ضغطوا على اساس باش ماكرون يدير اعتذار ولا. وعلى فكرة انا هذا شخصيا الاعتذار هذا والله ما يهمني، على خاطر هاد المسألة مسألة فرنسية فرنسية، فهمت؟ هما عندهم مشكل مع تاريخهم، ما حبوش يعتذروا، يعني ما يتم يعني كي يعتذروا واش راه ما حين نسمحوا في الدماء الطاهره كان نسالتو وفي الدموع وفي لي سوفرونس كاع تاع الشعب الجزائري، ما راه ما حيش نسمع هكذا يعني شيء غريب. في قضيه الصحافه دانفيستيغاسيون، ما شفناش الصحافه دانفيستيغاسيون اللي راه يتكلم في مواضيع اخرى، فهمتني؟ تكلمت بعض الصحف هنا في الجزائر حول الخاخام اليهودي الصهيوني، هو في الحقيقة اللي ما يعني لم يأتي إلى الجزائر لظروف كل واحد وشي يقول فيها، ولكن كان اسمان في القائمة اللي جت مع ماكرون، يعني أخطر وجودهم أخطر وأخبث من الخاخام الصهيوني، ألا وهما جيل كيبال، ومعروف بالإسلاموفوبيا تاعو يعني في الكتب كتابات تاعو في التحليلات تاعو، وسي ألكسندر أركادي. هذا ألكسندر أركادي الفرنسي ديانة يهودية، صديق ياسمين خضراء صاحبه، هذا في كل قنوات عندما يتكلم على الجزائر يقول بأن لا فالنسي دي تيروريست. هاد الشخص هذا يا اللي يقول بان لا فالنسي دي تيروريس يجي اون لو ديرو لو طابيروج ويجي الجزائر، والسلطات ما فهمتش انا يا وراهم هادو اللي غيروا على البلاد، وين هادو اللي يحبوا يقطعوا دابير فرنسا، وكيفاش يمدحوا له التاشيره في الوقت اللي هذا الكسندر اركادي وجيل كيبل لازم هما قبل ما هذاك الخاخم يكونوا مطرودين من الجزائر وما يسمح لهمش كاع باش يجوا مع ولو مع الوفد هذا الفرنسي. يعني امور يعني خطيره تصرى، وحنا لي جورناليست دانفيستيكاسيون ما يتكلموش. سي عبدو شالي عبدو سمار قال لك انا نحب فرنسا ونحب نقرا ونحب لي فين، ماشي كيما لي زارا بوفون يضل يمدح في فرنسا هكذا. ما تكلمش على لا بريزونس دو الكسندر اركادي وجيل كيبال، ما تكلمش عليهم ها انفستيغاسيون، او يتكلم في مواضيع واحد اخرى، او دار واحد الفيديو يقول باللي اكتشفوا واحد الجماعه كانت تخطط عسكر وكانوا يمدوا للاخر وكانوا يديروا الاشاعات باش يهضروا على شنقريحه وعلى تبون ولي تبون وباش يوسخوا السمعه تاع فرحه واسمو تاع مهنا هذا جبار مهنا. هاوليك سي الانفستيغاسيون، فهمت؟ ولكن انا نعاود باش نختم هذا الفيديو، الشيء الخطير في القضيه هو هذا القبول تاع السلطات لاعاده كتابه التاريخ. يعني ما على باليش انا واش حتى ان كاين دي زيستوريان فرونسي هما يتكلموا على الجرائم اللي دارت بهم فرنسا في الجزائر، سرقونا نهبونا ما رجعوناش الدين تاعنا، هجروا الشعب الجزائري قتلوه حرقوه. يجي ماكرون يقول لك اون كونسيي با سي لي مونسونج لي زوبلي كوم شي، يعني شغل كاين عنده كاين حاجه ما على بالناش شكون الشعب اللي تعدى على الاخر. ثم لا ديسيبسيون تاع لي، يعني نقول لكم الطبقه السياسيه المثقفه كي اون دور دو سيستيم جو بونس ا دي نو هاند دو سيستيم في الحيره كوكتا كي نو با رياجي ا سيت يعني شوز تري تري غراف ا سيت كونسيسيون ا سيت فهمتني عشان ترايزون تاع إعادة كتابة التاريخ، ويعني لا نو رياكسيون تاع هاد الصحافة هادية تاع المخابرات اللي ما تكلمتش على حضور جيل كيبال وألكسندر أركادي وهما من ألد أعداء. يعني جيل كيبال يكره الإسلام ولا حتى أركادي، يعني فهمتني هذا واش حبيت نقول، يعني شي خطير شي خطير، وكأنه مر مرور الكرام للأسف. هذا واش حبيت نقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.